السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعات ديالنا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم واحد الشتاء ما شاء الله، هانتوما كما كتشوفوا راها خيط من السماء، والله يجعلها بالنفع ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي ندير معكم واحد شويه ديال البصاره، بارد الحال، وقلت غادي نشارك معكم البصاره بطريقتي. هنا راه درت الماء ودرت الثومه ودرت شويه المليحه ودرت شويه الزعفران شويه الكمون وزويتها بلديه وخليتها، عمرت الماء الكافي ديالها باش تطيب. وفي داك الاول ديك ربع ساعه او ثلث ساعه تحاولوا ما تسدوش عليها، سدوا الكوكوط غير النص، او الا درتوها في الطاجين ديال داك الطاجين ديال الطين سدوا عليها، اما الا درتو الكوكوط سدوا عليها او الطاوه سدوا عليها غير النص وخليوها واحد ثلث ساعه ولا باش ما تطلعش تفيد لكم على البوطه. صافي نفسوا الكوكوط حتى دير ديك 20 مينوت او ربع ساعه، وديك ساعه تجهدوا لها شويه والماء ديرو كافي. هانتوما كما كتشوفوا راه ما كنطحنها ما والو، ما طحنوهاش اخوتي. هنا كما كتشوفوا هانتوما هذيك لي بيضه راه الثومه، هادي لي بيضه شوفوا كيفاش كتجي مطحونه، هادي لي بيضه راه الثومه لانني انا ما كنبغيش نحكها، كيعجبني ندير الثومه هكا طريفات. ودابا غادي ندير عليها زويته بلديه، واللي بغى يزيد. هنا حطيت الكمون وحطيت الحار وحطيت السودانيه، اللي بغى شي حاجه كيديرها. وكنتمنى تعجبكم البصاره ديالي وتنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء. هنا هذا الخبيز ديال الزرع كما كتشوفوا راه درتو غير بالزرع، ما درتش فيه كاع الفورص. هانتوما كما كتشوفوا راه كيجي واعر رائع ومسمد، درتو بالسميده وكنتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. هذا درتو مع البصاره لان الوليدات كما قلت لكم ما كيبغيوليش بزاف الحاجات، المهم شاركتها معكم. ومره اخرى ان شاء الله نوريكم الطريقه، راه كيجي مجعب ورائع ورطب. واللي عجبو الفيديو ينال اللي يشجعني في القناه ويدعم القناه ان شاء الله يدير لايك.